ولنقاش ملف سياسة الاغتيالات التي تنتهجها الميليشيات والقوات الأمنية في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرة ثورة تشرين علي عزيز، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من مالمو عضو تحالف الوطني المعارض لبيد السميداي. أهلا بكما، ونبدأ مع الأستاذ علي عزيز إن كنت معنا عبر سكايب من بغداد. أهلا بك. أسفر اغتيال والد الناشط والمحامي علي جاسب عن تظاهرات لعشرات الآلاف من العراقيين تضامنا ورفضا لعملية الاغتيال هذه، كيف يمكن قراءة هذا التضامن العفوي والرفض الكبير لسياسة الاغتيال؟ نعم، يعني هو المرحوم المغدور الشهيد جاسب أبو علي صار واحد من الثوار، يعني من يوم اللي انخطف علي ولحد اليوم مقتله يوم أمس استشهادة هو واحد من الثوار، واحد من القوة المحشدة للثورة سواء كانت في مدينة الإعمار أو في محافظة ميسان بشكل عام. طيب، مسلسل الاغتيالات لا يزال مستمر منذ سنة ونصف ولحد الآن، من المسؤول على الاغتيالات اللي دا تجري؟ رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي هو المسؤول الأول المباشر على هذه الاغتيالات. تمام، الميليشيات تتنفذ، لكن لا نفصل، يعني اليوم كفانا أن نفصل ما بين الميليشيات وما بين الحكومة برئاسة الكاظمي، كلاهما واحد، هذا يخطط وهذا ينفذ. مصطفى الكاظمي الآن وخصوصا بعد ما ذهب شهر أيلول سبتمبر 2020 ووعد المرحوم جاسب أبو علي بأنه راح يطلق سراح ابنه قبل بداية عام 2021، وقال له أنا أعرف ابنك وين ويعرف وين، وكل إنسان بالدولة يعرف هو علاوي وين مخطوف وين موجود، هاي في حينها. الآن احنا عندنا المعلومات تشير إلى أنه تم تصفيته، يعني الله يرحمه والله يرحم والده. فبالتالي فعلا مصطفى الكاظمي أوفى بوعده وجمع الأب المغدور مع الابن المغدور بالحياة الآخرة. يعني لو يمكن أن توضح لنا هذه المعلومة المتعلقة بالمحامي، هل لديكم مصادر أكدت ذلك؟ سيدتي، ترى بالآونة الأخيرة المرحوم جاسب صار يطالب بجثة ابنه، يطالب بجثة ابنه، يطالب الحكومة بتسليمها جثة ابنه، لأنه يعرف من الخاطفين ويعرف علاقة الخاطفين بالحكومة. يا سيدتي، أنا شخصيا الرجل صديقي وعندي محادثات بيني وبينه، وأعرف من الخاطفين بالأسماء ومن هم ضباط التحقيق اللي هم كانوا بمحافظة ميسان، وكيف أحيلت القضية إلى بغداد، ومن استلمها، وأي ضباط، وأرقام تليفونهم، وماذا كانوا يطلبون، وماذا كانوا يقولون. جميعنا نعلم، انا اعلم، انا انسان اليوم بسيط بالنسبه اذا ما يعني اقارن بالاجهزه الاستخباريه. يا اختي، مصطفى الكاظمي هو المسؤول الاول والاخير. على فكره، معظم عمليات الخطف التي تصير فيما بعد الى انها اعتقال تقوم بها اجهزه مخابرات مصطفى الكاظمي، وبالتحديد نعم. جهاز المخابرات العراقي يقوم بها. ستبقى معنا أستاذ علي عزيز، ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد السميداي. أنتقل معك لنفس السؤال عن المسؤول عن سياسة الاغتيالات ضد الناشطين والمتظاهرين السلميين، هذا السؤال نطرحه ويطرحه الكثيرون في ظل انتشار مثل هذه الانتهاكات من اغتيال أو اختطاف للناشطين والمتظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. اسمحي لي أن أحيي ضيفك الكريم من بغداد. المسؤول الأول هو بالحقيقة الحكومة، لأنه الحكومة هي المسؤولة عن الأمن، عن توفير الأمن للبلاد بصورة عامة وللمتظاهرين بصورة خاصة ولكل الأفراد المجتمع. والكاظم باعتباره رئيسا للحكومة هو الذي يتحمل المسؤولية رقم واحد على هذه عن هذه المسألة، لكن بلا شك هناك مسؤوليات توزع على ها
هذا الطرف وذاك، وخصوصا المنفذين، لأن المنفذين بالحقيقة كرروا هذه العملية لعشرات المرات بل مئات المرات. نحن نعلم بأن هناك مئات المختطفين، وهناك مختطفون بالحقيقة من قبل أجهزة الحكومة والدولة، وهناك من هم وما زالوا معتقلين في السجون وينتظرون المحاكمات بتهم باطلة طبعا، وهم نشطاء معروفون. والمنظمة حقوق الإنسان لديها سجل كبير بهذا الشأن. بالنسبة لعملية الاغتيال التي تمت من قبل أنصار الله الأوفياء، هو المرحوم شاتب خطاب سماهم بالصوت والصورة، طلع بشريط فيديو وقالوا، وهذه المعلومة استلمها بالحقيقة من محكمة العمارة يعني، وأخبرها بها ضباط تحقيق يعني، هم الذين سربوا له المعلومة. ونعلم بأن أنصار الله الأوفياء هم جزء أحد فصائل الحشد الشعبي، والحشد الشعبي مرتبط بالمؤسسة الحكومية كما نعلم. إذن هناك يد بالحقيقة، هناك تشابك بالأيدي بين أو بالأيدي الآثمة، هناك تشابك بالأيدي، أي هناك أيدي آثمة حكومية وأيدي آثمة ميليشياوية تتشابك مع بعضها وتؤازر بعضها البعض وتتواطى مع بعضها البعض وتتستر على بعضها البعض. فالمسؤولية بالحقيقة مشتركة ومتشابكة، ويجب أن نسمي المجرمين بأسمائهم. وأنا بهذه المناسبة بالحقيقة حتى أحمل المرجعية مسؤولية، لأنه الحشد الشعبي يتكون من الفصائل المسلحة. هذه الفصائل المسلحة بمختلف مسمياتها ارتكبت جرائم ضد المتظاهرين وضد الناشطين. ونعلم بأن الحشد الشعبي تم إنشاؤه وتم تأسيسه من قبل فتوى صدرت عن المرجعية العليا في النجف. وهذه الفتوى كان لها غرضها وكان لها توظيفاتها وانتهت، وأصبح الحشد الشعبي بالحقيقة سمعة سيئة وملطخة بالدماء. لذلك على المرجعية أن تسحب الغطاء من الحشد الشعبي وتنأى بنفسها عن مباركة الحشد الشعبي، لأن الحشد الشعبي أصبحت سمعته في الأرض يعني. فيعني وهذه السمعة بالحقيقة تعود بسمعة سيئة إلى المرجعية، ويجب أن تنأى بنفسها وتحافظ على نزاهتها وتنأى بنفسها عن هذا الملف، ملف الاغتيالات وملف الاختطاف الذي هو ملف قذر ولا يليق بالمرجعية أن يرتبط باسمها. ستبقى معنا سيد لبيد السميدعي. نعود إلى ضيفنا من بغداد علي عزيز، ونتابع معك هذه النقلة النوعية للانتهاكات الإنسانية من استهداف الناشطين إلى استهداف ذويهم، كيف يفسر ذلك؟ نعم، هذا الشيء ليس من غريب، هذا من 2003 ولحد الآن هذه سياسة القتل يمارسها النظام السياسي المجرم الفاسد اللي جابته أمريكا وغذته إيران. هذه سياستهم، ما كانوا يفجرون بيوت على رؤوس أهاليها بيوت بكاملها، ما كانوا يقتلون عوائل بكاملها، هاي سياستهم، كانوا يصفون الأب والابن، وهاي سياستهم هم الآن. هذه السياسة يعني إحنا لو نجي اليوم نشوف مدى الاستخفاف، يعني نشوف قائد شرطة المحافظة اللي هو طلع ينطق باسم رئيس الوزراء اليوم، شلون صير الموضوع إلى أنه يعني عملية قتل السيد كاسب، أنه هذا ثأر عشائري. شوف إيش قد بسيط الموضوع وإيش قد استخفوا به للموضوع. شوفي هذه الحكومة إيش قد هي أساسا ما أصلا ما شايف الشعب نهائيا. والله لو أكوش شيء اسمه ثأر عشائري أو نزاع عشائري، أو لو الحكومة عندها 1% من الحس العشائري، أو لو عشيرة رئيس الوزراء عندها الحس العشائري، لكان قد غسلت عارها من هذا الإنسان المسمى مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق اللي برقبته دم 1000 شهيد من ثورة تشرين. هذا رئيس وزراء الصدفة، هذا رئيس وزراء اللي إجا مع القوات الأمريكية، إجا ما حد يعرف هو منه. شوف البارحة وأول بارحة يدعو وبكل وقاحة وصلافة إلى حوار وطني. حوار وطني مع من؟ مع من؟ أنت من؟ أنت أبوك ما اسمه؟ أنت ابن من؟ من أي عشيرة؟ من أتى بك للعراق؟
أنت أتت بك الهامر الأمريكية، السيارة الأمريكية أتت بك ورمتك بالطرق، سرقت الأرشيف اليهودي، دمرت ما دمرت حتى حست ونلت على مكاسبك النهائية وهي صيرت رئيسا لوزراء العراق. تضحك على الشعب، تريد أن تحاور، تريد أن تغسل عقول الشباب، تريد أن تقنعهم بأنك إنسان ديمقراطي وأتيت من رحم الانتفاضة. إياك أن تنطق وتلفظ لفظة تشرين على لسانك، التاريخ سيحاسبك، وقبل التاريخ نحن سنحاسبك. لا تفرح، لا تغرنك الآن، لا تغرنك الآن استلامك منصب رئاسة الوزراء والحمايات والجنود والعسكر والقوى الأمنية تحميك، هذا زائل وزواله قريب. وبهذه السنة نحن آتون وقادمون، وسنقتحم أسوار الخضراء، وسنعتقل لكم، سنعتقل كبيركم وصغيركم، مجرمكم السابق القديم ومجرمكم اللاحق، سنعتقلهم وسنحاكمهم بقضاء عراقي عادل وطني، وليس هذا القضاء الذي صيرتموه لكم لخدمتكم ولخدمة نظامكم السياسي الفاسد الفاشل الذي أتت به الدبابة الأمريكية. ابقى معنا علي عزيز، نعود مجددا لضيفنا من السويد لبيد السميدعي. ما رأيكم في ترويج الجهات الحكومية لسيناريوهات الطرف الثالث أو الطرف المجهول أو حتى النزاع العشائري نتيجة اغتيال الناشطين ومنهم ما حدث مع والد المحامي علي جاسب؟ بلا شك يعني هذه الادعاءات الحكومية الفارغة والواهية والغبية بالحقيقة يراد منها أن ينأى الكاظمي وحكومته والجهات الرسمية، تريد تحاول أن تنأى بنفسها عن المسؤولية، وهي مسؤولية، هي صاحبة المسؤولية الأولى، وهي بالحقيقة هي التي تغطي على الجرائم التي تقوم بها الميليشيات، يعني ناهيك عن الجرائم التي تقوم بها القوات الأمنية مباشرة. ونتذكر وما زالت يعني الجريمة التي ارتكبتها قوات الشغب في ذي قار طرية في الذاكرة، يعني قتلوا نحو عشرات المتظاهرين والناشطين والأبرياء في غضون ساعات قليلة يعني، واضطرت الحكومة بأن تدخل قوات أخرى إلى الساحة من أجل وقف او الحد من سفك الدماء الذي حدث. وهذه العمليه بالحقيقه عمليات سفك الدماء حدثت العشرات مثلها في ساحه التحرير وفي ساحات التظاهر في خلال عام 2019 و2020. الحكومه والقوات الحكوميه ليست اقل اجراما من الميليشيات، وهناك كما نعلم تواطؤ، وقد اثبتت كل الاحداث وكل الدلائل تشير الى هذا التواطؤ. هناك ابسط ما يمكن قوله بان كاميرات المراقبه منتشره في كل مكان، ولا سيما في ساحات التظاهر، ولا وبشكل اخص في ساحات التظاهر في ساحه التحرير. هناك عشرات الكاميرات المتطوره التي ترصد كل صغيره وكبيره. لماذا لم يكشفوا لحد الان عن جريمه اختطاف واحده، عن جريمه قتل واحده، قنص واحده، منذ نحو سنه ونصف، يعني منذ ان اشتعلت الانتفاضه تشرين؟ الحكومه خائفه، الميليشيات خائفه جدا، واندلت هذه عمليات التصاعد، عمليات الاختطاف وعمليه الاغتيال اندلت على شيء، فتدل على مدى وحجم الخوف الذي تشعر به هذه الميليشيات من الانتفاضه القادمه. الانتفاضه في خط بياني متصاعد الان، وهي اقوى مما كانت عليه، وهي لن تنخدع كما انخدع جزء منها في السابق، وذهب الان في العمليه السياسيه ويحاول ان يراهن على انتخابات موهومة بالحقيقة وانتخابات مزيفة. لكن الشباب الواعي المتمثل في هذا الجيل، في هذه الموجة الجديدة من المظاهرات والانتفاضة، هم بالحقيقة هم العازمون على إسقاط الحكومة. واليوم سمعنا المظاهرات تعود إلى شعارها الأول الذي انطلقت من أجله، الشعب يريد إسقاط النظام. وأنا أؤكد بأن الكلام الذي تفضل به ضيفكم الكريم بأنهم عازمون على اقتلاع العملية السياسية وسلطة المنطقة الخضراء هو الذي سيتحقق، بإذن الله سيتحقق قريبا وفي هذا العام إن شاء الله، لأن الشباب أكثر وعيا من ذي قبل، وهم متفولدون
ويبدو أن لا خيار، وهكذا هو الأمر، لا خيار أمام العراق للخلاص ولاستعادة عافيته إلا باقتلاع وكنس هذه الطغمة الحاكمة التي أفسدت البلاد كلها والتي ملأت وسفكت دماء الأبرياء وخصوصا الشباب. وإذن لا خلاص إلا باقتلاعهم اقتلاعا جذريا والتخلص منهم وألقاهم في مزبلة التاريخ. نعم، ستبقى معنا سيد لبيد. نعود لضيفنا من بغداد علي عزيز. طرحت حكومة الكاظمي دعوة للحوار كما تحدثت قبل قليل، والشعار كان من أجل مستقبل العراق. كيف يبدو مستقبل العراق لكم كمتظاهرين في قلب ساحات التظاهر وأنتم من فئة الشباب؟ مستقبل العراق بوجود هؤلاء مستقبل دموي، بوجود هذه الطبقة السياسية الحاكمة وهذول العصابات، عصابات الميليشيات وعصابات الأحزاب، معناتها إحنا رايحين إلى، مع الأسف أقولها يعني، إلى أنهر من الدم. البلد رايح بهذا الاتجاه، فلذلك إحنا اليوم ماكو أمامنا غير ثورة تشرين، وهذه ثورة تشرين ثورة فتية، ثورة الآن ثورة سلمية، وإحنا مصممين وعازمين على أن نقتحم أسوار المنطقة الخضراء بكل سلمية. احنا لحد هذه اللحظة بكل سلمية، وان شاء الله راح نبقى سلميين. القتل اللي يمارسه والاغتيالات والخطف والتغييب والاعتقال، الى متى يظنون نفسهم انه الشعب راح يبقى ساكت؟ الى متى يظنون نفسهم انه الشعب راح يبقى يبلع كل هذه الامور وما عنده ردة فعل؟ يعني الظاهر هم اساسا حتى الفيزياء ما قاريها، لكل فعل ردة فعل معاكس، مساوي له بالمقدار ومعاكس له بالاتجاه. اليوم الشعب دا يحترم شيء واحد، دا يحترم حضارة هذا البلد ورؤية العالم لهذا البلد، عراق الحضارة، عراق نبوخذنصر، هذا البلد العظيم. احنا دا ننظر لانه نريد يبقى على هذا المسار. فلذلك اليوم يعني شوفي، يعني انطيش ابسط مثال على هذا النظام السياسي كله. منذ انطلاقة ثورة تشرين في يوم 1 تشرين الأول، يوم 1/10/2019، صوروا للعالم كله أنه لا يوجد شيء بالعراق، قطعوا الانترنت. هذا الشيء ما أريد أنه أحد ينساه، قطعوا الانترنت على مدى تقريبا 17-15 يوم، قطعوا الانترنت وكأنما الشعب محصور بحظيرة، وكأنما الشعب عبارة عن قطيع من الأغنام. وبلش القتل والقنص والخطف والقمع على أشده، القمع كان على أشده. والله لما بدأت الثورة يوم 1 تشرين بساعة التحرير وانتهت تقريبا يوم 12-13 بالشهر بمنطقة بالثورة بقرب حمام السوق بمدينة الثورة، والقمع ما وقف نهائيا، واطلاق الرصاص الحي ما وقف نهائيا. فلذلك الآن احنا ماكو أمامنا غير إلا الثورة، أي حوار ما عدنا إطلاقا وبتاتا، لا حوار مع مجرمين. يا أختي يا عزيزتي، هذولا ما يهم اليوم إذا أزحنا صفة المجرمين، طيب ما هم عملاء، من أتى بهم؟ مصطفى الكاظمي كيف أتى؟ شكرا أتى جزيلا بثورة. لك المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرة ثورة تشرين علي عزيز، كنت معنا عبر سكايب من بغداد. وأيضا شكر موصول لضيفنا عضو تحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي، كان معنا عبر الهاتف من مالمو.